ولا بنكمل الجزء الثاني للدايجستشن او الجي اي تي سكريشن. وصلنا للهايدروكلوريك اسيد الاتش سي ال، نقدر نعتبره اهم سكريشن بالنسبه للستومك. عندكم فكره اكيد عن استخداماته والحامضيه القويه من ضمن خواص الاتش سي ال. اول نقطه، convert pepsinogen to pepsin for chemical digestion. اوكي، يحول لي البيبسينوجين الى بيبسين. البيبسينوجين هو البريكيرسر مال بيبسين، يعني الانكتيف فورم، فيقوم بتفعيله. Provide optimal pH environment for pepsin، يعمل على توفير حامضيه مناسبه يعمل البيبسين. يعني بالبدايه يسوي الاكتيفيشن، بعدين يعطيه انفايرمنت جدا ملائمه حتى يكمل الكيميكال دايجستشن. Destroy some bacteria. الـHCl يمتلك pH جدا منخفض، هاي الحامضية القوية إلها قابلية أن تسوي لي destruction the cell wall of many bacteria، بالتالي تسوي لي cell death. Stimulate the small intestinal mucosa to release secretin، يعمل على تحفيز السمول انتستين لمعاء الدقيقة حتى تقوم بإفراز السكرتين. أيضا راح نعرض الاستعدادات الجاية الفانكشنز مال السكرتين، يعني يسوي الاكتيفيشن للبيبسين، صار عندي بالنسبة على مستوى السكريشنز كذلك السكرتين. Promotes the absorption of calcium and ferrous in the small intestine. اوكي، يساعد لي على امتصاص ايونات الكالسيوم والحديد للسمول انتستين لمعاء الدقيق. How is gastric acid produced؟ طبعا هذا المخطط للاطلاع وليس للحفظ، نمر عليه مرور الكرام. Step 1، لازم اعرف انا عندي 3 ريسبتر موجود بالبارايتال سيل. الريسبتر الاول ممكن يصير له اكتيفيشن عن طريق الجاسترين، الثاني عن طريق الهستامين، والثالث عن طريق الاستيكولين. وبالمستقبل راح نشوف اكو ادويه تشتغل على كل ريسبتر من هاي الريسبتر الموجوده. يعني ممكن انطي انتي هيستامين، لكن مو الانتي هيستامين المتعارف عليها، ونشوفه يقلل لي الحامضيه مال معده وبهالطريقه. يعني سو بيبسينوجين عرفنا يصير له اكتيفيشن عن طريق ال اتش سي ال، اوكي، يصير له اكتيفيشن الى البيبسين. البيبسين شو يسوي؟ يسوي digestion of proteins، اوكي، يعني خاص بالبروتينز. عندي من ضمن السكريشن هي الميوكس. الميوكس شنو فائدته؟ forms a protective barrier، mucus bicarbonate barrier، يعمل كغلاف حاجز على سطح المعدة، يحميها من الحامضية القوية للـ HCl، أيضا يحميها من أي foreign bodies، أي أجسام غريبة أو بكتيريا ممكن تسبب لي دمج للوول. فالميوكس هو عبارة عن بروتكشن. عندي نقطة مهمة أيضا هي الانترنسينج فاكتور. انترنسينج فاكتور شنو شغله؟ البي 12 ما يصير بيه امتصاص بصورة صحيحة للجي اي تي. فالانترنسينج فاكتور يجي يتحد ويا البي 12، راح يصير عندي كومبلكس. هذا الكومبلكس ممكن ان يصير بيه ابزوربشن، فالانترنسيك فاكتور جدا مهم لعمليه امتصاص فيتامين بي 12. في حال لو الشخص يعني عنده مشكله بافراز الانترنسيك فاكتور، بالتالي بي 12 ما راح يصير بيه امتصاص بصوره صحيحه، فراح يصير عنده انيميا. اوكي، فالانترنسيك فاكتور جدا مهم لامتصاص الفيتامين بي 12. عندي هنا جدول للجاستريك جلاند سكريشنز، طبعا مو كلها احفظ. اول تايب من السيلز عندي البارايتال سيلز، هذا مطلوب طلاب، يقوم بافراز ال HCl والانترنسيك فاكتور، حكينا الفانكشنز مالت ال HCl، وايضا عرفنا الانترنسيك فاكتور جدا مهم بامتصاص فيتامين بي 12. عندي تشيب سيلز ايضا مطلوب منكم، يقوم بإفراز البيبسينوجين. اوكي، بيبسينوجين يتحول الى بيبسين عن طريق الـ HCl، وبالتالي يسوي لي بروتين دايجستشن.
الفانكشنز مالتك aid in protein digestion. بالنسبة تشيف سيل أيضا تفرز لي الجاستريك لايبيز، من اسمه لايبيز كانوا دي يقول لك ليبيد، تسوي لي فات دايجستشن. تنزل لي على ميوكس نيك سيل، ميوكس نيك سيل مطلوبة منك، تفرز لي الميوكس والبايكربونات. وحكينا قبل شوية قلنا تسوي لي بروتكشن، بروتكشن فروم اسيد، تسوي لي بارير جدا مهم حتى يحمي لي الجي اي تي من الاتسيال. Now we have the pancreas. Pancreas at the two type of secretions. Part one حنسميه exocrine واللي راح نحكي بيه واللي يهمنا. والendocrine خط راح نطلع عليه ما راح نحكي بيه. هي مو شغلنا. الexocrine تعرفون شنو معنى الexocrine؟ كانوا بدي يقول لك شيء external. Secretion secretion راح يصير عندي عن طريق lumen نوعا ما خارجي. بالنسبة للإندوكراين طبعا يفرز لي إنسولين، جلوكاجون، سوماتوستاتين إلى آخره. إندوكراين عن طريق يعني السكريشن ما تصل للبلد، بالتالي توزع لكل أنحاء الجسم. بالنسبة للإندوكراين، الإكزوكراين لا، توصل إلى مناطق قريبة معينة يعني محدودة. فبالنسبة للإكزوكراين السكريشن عن طريق أن تكون دكت أو نسميها لومن أو بنكرياتيك دكت. Pancreatic juice is an alkaline mixture containing رقم واحد sodium bicarbonate. شنو شغل الصوديوم bicarbonate؟ يسوي لي neutralization لل HCl. لأن طبعا مو كل اللايرز مال GIT ممكن تتحمل الحموضية القوية لل HCl. يعني إذا GIT إذا الاستومك على سبيل المثال كانت تمتلك طبقة قوية من البيكربونات من الميوكس، فغير لاير ما راح تحتوي لي هاي الميوكس القوية، فتحتاج وسيلة دفاعية أيضا مثل صوديوم بيكربونات حتى تخفف لي الحامضية مال HCl. وأيضا احنا لا شوفهم بالعنوان كتبنا بنكرياتيك جوز is an alkaline. ليش alkaline؟ لأن يحتوي لي صوديوم بيكربونات. زين، الجوز مالته أيضا شو راح يحتوي؟ secretion inactive digestive enzymes، يحتوي لي انزيمات غير فعالة، اوكي، يحتاج لها تفعيل. ويحتوي لي ايضا زايموجينز. شنو معنى زايموجينز؟ البريكرسر للانزيم. بريكرسر للانزيم يعني فد بروتين غير فعال يحتاج لبايو اكتيفيشن حتى يصير لي اكتيف انزيم. زين، شو وقت يصير بيها اكتيفيشن؟ عادة من يصير بيها سكريشن انتو ذا دودينام. The activated enzyme، okay، المن راح تسوي لي digestion بالنهاية ال secretion مال البنكرياتيك جوز، تسوي لي digestion لل carbohydrate، lipid، RNA، DNA، and proteins، يعني wide spectrum. وصلنا لل small intestine. Overview. Nearly all chemical digestion and nutrient absorption occur in the small intestines. طلاب الـ small intestine يبلغ طولها ما يقارب من 6 إلى 7 متر. اوكي، فد رقم كلش كبير يعني، احنا نحكي 6 إلى 7 متر وتتبوع على جسمك. هاي وين مخلولة، وين موجودة هاي المسافة الكبيرة حتى تسمح لي بامتصاص أكبر كمية من الـ dietary intake، من الوجبات اليومية مالتي. يعني اكو فد مركبات احنا ناكلها هي complex، امتصاصها يحتاج وقت، وايضا حتى الانزيمات تشتغل بصوره كامله حتى تتكسر الكومبلكس بوند مالتها، بالتالي تتحلل الى شيء ابسط، وبالتالي تقدر السمول انتستين ان نسوي لها ابزوربشن. سيرفيس اريا انسايد السمول انتستين از جريتلي انكريزد باي سيركولار فولدز فيلي اند مايكرو فيلي. المساحه السطحيه الداخليه للسمول انتستين تحتوي لي على فد زغابات او فد تراكيب معينه، حسميها الزغابات مثل ما تشوفون شكلها واضحه عندكم بالصوره. عندها اكثر من وظيفه، مثل تزيد لي المساحه السطحيه بطريقه معينه وتبطئ لي الحركه، تعيقها نوعا ما، فتعطيني وقت اكثر للامتصاص
اوكي ساعدني بعمليه الابزوربشن بالتالي. فقلت لك يعني هاي المساحه السطحيه كبيره، وزاد انه سمول انتستن حكينا تقريبا 6 الى 7 متر، كلها تساعدني وتسمح لي وتعطيني وقت اطول حتى يصير بيها فول ابزوربشن لكل الدايتري انتيك اللي صار بيها دايجستن على طول الجي اي تي. برش بوردر انزيمز، طلاب البرش بوردر اللير الطبقة اللي تحتوي لي الزغيبات اللي حكيناها اللي سميناها فيلي او مايكرو فيلي. البرش بوردر هي هذا السطح يحتوي على البرش بوردر، والفيلي والمايكرو فيلي هاي الزغيبات ايضا تحتوي لي اوعية دموية ناعمة جدا، اوكي رقيقة كابيلاريز نسميها، وايضا تصير فيها سكريشن للانزيمز. شنو شغل الانزيمز اللي مسؤولة عنها البرش بوردر؟ لا تنسون احنا اذا نحكي بالسمول انتستين تسوي لي اكتيفيشن للانزيموجين. عرفنا الزيموجين هو البريكرسر مال انزيمز، يعني انزيمات غير مفعلة. نقطة ثانية تسوي لي كومبليت الدايجستشن، اذا تنتبه علي اني من السلايفة من السكريشن مال ماوث والازوفيجاز كان تفرز لي انزيم، هاي الانزيم قسم بيها كان يسوي لي دايجستشن، لكن دايجستشن بسيط. كملنا وين؟ بالستومك، كملنا بالبنكرياس، وصلنا للسمول انتستين تقريبا يعني اخر الحلقات بالدايجستشن. سوي لي كومبليت دايجستشن للكربوهيدرات اند بروتينز سوي لي افراز للمالتيز سكريز الى اخره من انزيمز، يقدر بحوالي لتر الى لترتين من السكريشنز لليوم الواحد. الدودينام اندوكراين سيلز secrete cholecystokinin and secretin. دودينام هو أول جزء من small intestine، يتحسس للأكل اللي ناكله، فنتيجة هذا السنسيشن اللي يصير بيه يفرز لي على أساسه هرمون. هذا الهرمون CCK اللي هو cholecystokinin and secretin. زين ذني الهرمون شنو شغلهن؟ هاي الهرمونات ترجع تحفز لي الانزيمز ان يصير بيها سكريشن ويصير بيها اكتيفيشن وتسوي لي دايجستشن حسب طبيعه شغل الانزيم طبعا. What is bile؟ طلاب راح ناخذ البايل قسم، عندكم فكره عن البايل الصفراء او عصاره الصفراء، قسم ما عندكم اي فكره عليها، يعتبر موضوع جديد راح نحاول نوضحه مستحيلة لكم إن شاء الله. Bile is a fluid made by liver hepatocyte secreted into the biliary tract and stored in the gallbladder. Bile fluid، طلاب هذا السائل يتم صناعته من قبل خلايا الكبد. خلايا الكبد liver cells أخذتوها بالترمينولوجي سميناها hepatocytes. زين تفرز بعدين بالبيليري تراكت، اوكي بالقنوات الصفراوية، ويتم خزنها بالاخير بالجالبلادر اللي هي المرارة. زين انتو سامعين اكو ناس عندهم حصوة بالمرارة وناس تقوم باستئصال المرارة، خلنا نعرف شنو الفانكشنز مال بايل ومال جالبلادر. اوكي المقطع الثاني، بايل aid in digestion by breaking down fat into fatty acids which can be absorbed by the digestive tract for further use by the body. يعني بيختصر لك ان الفانكشنز مال بايل، الفانكشنز مالته هو digestion of fat، يقوم بعملية هضم وتكسير للدهون حتى يتم امتصاصها عن طريق الجسم within the other part of the body. يعني بايل اسيد اليوم الفانكشنز الاساسي مالته شنو هو؟ breaking down و digestion of fat او نسميها lipids. اوكي المقطع الثالث يقول لك شنو فائدة البايل، عفوا مكونات البايل. بايل is mainly composed of cholesterol, bile acid او نسميها bile salt املاح الصفراء and bilirubin
and bilirubin. اوكي بيلوبين ايضا راح ناخذه كم سلايد يعني نحكي فيه بحد ذاته. هسه نرجع على سؤالنا، ممكن الانسان يستأصل من المراره مالته زين، شو راح يتم هضم الدهون؟ يعتبر البايل اهم مركز لعمليات الدايجستشن اوف فات، لكن ليس الوحيد. لذلك الانسان اللي يتم استئصال القلب بلادر مالته ينصحوه ان ياكل كميات دهون جدا قليله، لين يتأذى ويحس بسيمتومز ولعبان نفس إلى آخره. طلاب بهذا الفكر بس أريد نوضح مكان القلب لدر والسكريشنز مالته. شوف القلب لدر قريبة من الليفر، هاي اللون الأخضر على اليسار مكتوب له قلب لدر. أوكي تستلم البايل من الليفر، تستلم البايل تسوي عملية دايجستشن للفات، تسوي بريك داون. وايضا بالبايل اللي استلمته هو اصلا اكو ويست برودكت، اكو فضلات ومواد غير مرغوب بيها من قبل الكبد يدزها للقلب لدر. شوف القلب لدر بعدين وين تاخذها؟ اذا تتبع لي القلب لدر تاخذ لي بعدين الدكت، سميناه كومون هيباتيك دكت، من تنزل لي جوا حنسميه كومون بايل دكت. اوكي فرزته مباشره الى الدودينام اللي هو الفيرست بارت اوف سمول انتستين. زين شطت الدودينام، طت البايل ويا الويست برودكت، يعني ساعدتها بعملية الدايجستشن، وأيضا طت بعض الفضلات حتى تنطرح خارج الجسم. To be continued within the biliary system. Naturally, the biliary system drains waste product from the liver into the duodenum. هتشينا واحدة من الفانكشنز مال البايل هو excretions of waste، طبعا خاصة بالليفر أكيد. And aid in digestion. Digestion mainly طبعا الليبيد هنا أنا بيضيف لك عليه by CCK اللي هو كوليسيستوكينين أخذناه قبل شوية. Controlled release of bile. Bile is a greenish yellow fluid and serves two primary functions اللي هي fat digestion الوظيفة الأساسية وياها excretion of waste. Bile acid emulsify and absorb fat with vitamin A, D, E, K. Again, bile acid emulsify and absorb fat within vitamin A, D, E, K. زين ايش معنى هاي الفيتامينز؟ ال A وال D وال E, K. ليش ما وياها فيتامين B أو C على سبيل المثال؟ لأن هاي الفيتامين حكيناها بمحاضرة سابقة سميناها lipid soluble vitamins. Lipid soluble vitamin. بالنسبة للبايل بيجمنت صبغة الصفراء مين محصلة عليها وشنو مكوناتها؟ بايل بيجمنت ار اندوجينوس يعني يتم تكوينها داخل الجسم. colored compound breakdown product of the blood pigment hemoglobin. حصل عليها من تكسر صبغات الدم الهيموغلوبين بصورة رئيسية واللي تم طرحها عن طريق البايل that are excreted in bile. زين شنو هي أهم صبغتين للبايل؟ عندي أول شيء البيليروبين which is orange or yellow، لونها أصفر إلى برتقالي. زين الصبغة الثانية اللي هي بيليفيردين سماها الأوكسيدايز فورم أوف بيليفيردين، يعني بيليفيردين إذا صار بيه ريدكشن راح يعطيني بيليروبين، والبيليروبين إذا صار بيه أوكسيديشن راح يعطيني بيليفيردين. صبغة البيليفيردين هي جرين أخضر مثل ما تشوفون يعني بالكتاب ملونها. فورميشن أوف بيليروبين، طلاب هذا مخطط بسيط لكن مطلوب منك. نبدي بالهيموغلوبين بي 2 بارت، طبعا الهيم اللي هو يحتوي البيجمنتيشن بيجمنت الصبغة، والجلوبين اللي هو يمثل لي جزء البروتين الموجودة. اللي يهمني هو الهيم لان يحتوي لي على الصبغة. اوكي الهيم بي الحديد والبورفيرينز راح تنفتح التشين مال البورفيرين راح يعطيني البيليفيردين، قلنا لونها جرين اخضر نسميه هنا green shallow لكن it means لان تكون green.
بالبريدين يصير بي ريدكشن اختزال راح يعطيني البيليروبيا بهالسهوله. طلاب حبيت اشرح اليوروبيلينوجين على الستركتشر على السكيم يكون اوضح يعني من الكلام، فتقدر تقرا وياي على السكيم يعوضك عن السلايد اللي قبله. زين راح نبدي من الهيم. اوكي من الهيم اذا تبوا علي كاتب لك البدايه البون مارو والهيم كونتيننج تيشوز والار بي سي كلها بالنهايه راح تعطيك الهيم. فمن هنا نبدي احنا هاي نقطة البداية. قلنا الهيم يصير يحتوي لي ويا البورفرين والايرون يصير بي ديجريديشن تنفتح البورفرين رينج ويعطيني بيليفيريدين. اوكي اذا تذكرون اللون مال بيليفيريدين لونها كان جرين تعتبر هي الاوكسيدايز فورم مال بيليروبين حيصير بيها ريدكشن راح تعطيني شباب البيليروبين. اذا تنتبه كاتب لك unconjugated bilirubin يعني bilirubin اللي بيعطيك اياه هو فتشي فري. زين هذا الشيء بصالحي لو مو بصالحي؟ لا مو بصالحي. ليش؟ يعني ممكن راح يترسب على اجزاء الجسم ويسبب لي مشاكل، يسبب لي جاندس. اوكي شوف راح يترسب بالسكن بالقرنيه مال العين باماكن ثانيه تسبب لي اصفرار وبالتالي حتعرضني لهواي امراض يعني. زين بعطيك فد علاج بسيط سماه الفوتوثيرابي مثل ما تشوفه. اذا تبعي انكونجوجيتد بيليروبين يتوجه بسهم على اليسار صار بريسيبيتيشن للسكن صار عندي يعني اصفرار اللون اصفرار الجلد او العين الى اخره. الفوتوثيرابي شباب طلاب فوتوثيرابي العلاج بالضوء يعني ممكن يعالج لي جاندس او زياده بالانكونجوجيتد بيليروبين. اي ممكن. شو يسوي لي ايزوميرايزيشن. كلكم تعرفون شنو ايزوميرايزيشن يعني نفس الستركتشر لكن يلعب لي بشكله بطريقه معينه فيبقى نفس عدد العناصر والذرات اللي بي لكن بتركيب شويه مختلف. هاي العمليه سوت لي زادت لي البولاريتي مال انكونجوجيتد بيليروبين. من زادت لي البولاريتي مالته اقدر اسوي له اكسكريشن عن طريق الكدني حتى يطلع لي ويا اليورين. بالنسبه للتايب اوف فوتوثيرابي نوع الفوتوثيرابي العلاج بالضوء اللي انا استخدمه اكو فد ضوء يسموه بيلي لايت اذا تقدر تطلع عليه يعني على اليوتيوب او على جوجل يستخدمون به من 420 الى 470 نانومتر. نرجع الانكونجوجيتد بيليروبين راح يدخل للليفر ويصير له كونجوجيشن عن طريق الجلوكورونيل ترانسفيريز طبعا باسم ثاني يوريدين دايفوسفيتيز جلوكورونيل ترانسفيريز تقدر تختصر الياه جلوكورونيل ترانسفيريز فقط. صار له كونجوجيشن. من صار له كونجوجيشن الامور تمام لحد الان. داخل الكبد راح يصير بي ايضا سكريشن مره ثانيه بالهيباتيك باث واي حيروح للانتستين. اذا تبع لي هذا الصوره يعني على اليمين للاسفل كاتب لك الانتستين. ثاني حاليا عندي كونجوجيشن. ما صار بي كونجوجيشن عندي البول بكتيريا. شنو البول بكتيريا؟ البول بكتيريا معناته البكتيريا الحميدة راح تسوي لي ريدكشن تعطيني يورو بيلينوجين اوكي هو الاند برودكت واللي هو هيدروفيليك والامور تمام ويتم الطرح عن طريق الكدني بسهوله يعني او يعطيني ستيركوبيلينوجين ينطرح عن طريق الاسطول وايضا هو يعطيني اللون المميز للاسطول. عندي الاذر باثواي بصف البول بكتيريا ذات باوة كاتب لك جلوكورونيديز راح يسوي لي انكونجوجيشن للبيليروبين. من عندي انكونجوجيشن اوكي
اوكي يعني ما مرتبطه بجزيئه جلوكورونيك اسيد، هذا ما يصير بي اكسكريشن. انا يعني هدف مالتي اي بيصير بي اكسكريشن، راح يدخل بسيركيليشن راح اسميها انتيرو هيباتيك ري سيركيليشن. اوكي يعني عندي خطا مصنعي صار، ياخذه من جديد يدخله للكبد، ينضم ويا الان كونجوجيتد بيليروبين ويصير له كونجوجيشن عن طريق الجلوكورونيك اسيد مره ثانيه، ويدخل عن طريق الانتستين صوره كونجوجيشن، وبعدين يدخل مره ثانيه عن طريق البول بكتيريا، اما يتحول الى يورو بيلينوجين او ستيركوبيلينوجين. هايبر بيليروبينيميا جوندس، جوندس اقدر ايضا اسميه اليرقان. This is an important disorder clinically and postmortem. اوكي شنو معنى clinically؟ يعني انسان قدامك اقدر اباعه واعرف اذا كان عنده جوندس يرقان او لا. And postmortem يعني ورا ما يموت، ورا انسان يعني ميت، فيدخل مراكز طب عدلي ويتم تحليله وفحوصات. فالجوندس ايضا يفيدني بعد موت الشخص، يفيدني مع عمليات التشخيص. In which the levels of bilirubin reach such a high concentration in the blood that all tissues of the body have yellow tint. زين يرقان قلنا سمينا صفار، شو سببه؟ مرض ناجم عن تكون كمية زائدة من البيليروبين. راح تترسب لي وين؟ قلنا تحت الجلد، وعلى السكلرة اللي هي يعني بياض العين. يعني ممكن تتوقعون أسبابها، ممكن تتوقع تسأل نفسك يعني شنو السبب مالتي. ممكن يكون يعني عرفت البيليروبين أي من دا حصل أول شيء من الار بي سي، عمليات تحلل تصير هيم، مو هيموغلوبين، هيم حولي إلى بيليفردين بعدين إلى بيليروبين إلى آخره. ممكن يصير عندي بلاد هيموليسيز بنسبة كلش عالية، هذا المريض أصلا هو يعاني من بلاد هيموليسيز لأي سبب كان، وبالتالي مدى يلحق الكبد فيصير عندي جوندس. زين او عندي مشكله ثانيه، ممكن عندي مشكله بالهيباتوسايت يعني بخلايا الكبد، طبعا هو الاكثر شيوعا يعني. ممكن نتيجه هيباتايتس سي او اي او بي، التهاب الكبد الفيروسي تعطل لي بعض وظائف خلايا الكبد، فبالتالي ما تلحق تسوي لي كونجوجيشن. اوكي يعني يصير بي الانكونجوجيت بيليروبين، يصير بي كونجوجيشن عن طريق الجلوكورونيك اسيد يرتبط، وبالتالي يستقر بالكبد وينطرح عن طريق الجي اي تي وما يترسب. فأنا صارت عندي حاليا مشكله، وين صارت عندي مشكله؟ بالهيباتوسايت، او ممكن بالليفر سيروسيز او فايبروسيز امراض الكبد الى اخره، او ممكن اثنيناتهم، او ممكن في السبب ثاني يعني عندي بالشانلز قنوات الصفراء عندي مشكلة قنوات الصفراء. اوكي the main symptoms of jaundice is a yellow discoloration of the white part of the eyes and the skin. ايضا حكينا باي مناطق ممكن يصير عندي الاصفرار.